مشاهدينا الكرام احييكم وموعدنا الان مع جولتنا الاخباريه. هبتدي هذه الجوله من موقعنا موقع صدى البلد. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ملك الاردن. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصة المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار. وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات. نذهب إلى بوابة أخبار اليوم ونقرأ التنظيم والإدارة. انتقال 31 وزارة و119 جهة حكومية للعاصمة الجديدة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذا جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليا للانتقال إلى العاصمة الإدارية. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ونوه الدكتور صالح الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كلي أو تمثيل جزئي أو من خلال تمثيل قيادات فقط، موضحا أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب انتقال 31 وزارة، بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة إلى جانب جهات تحت الإنشاء ويبلغ عددها 4 جهات. أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، وثلاث جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي. من بوابة الأهرام نتابع الصحة. تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102,596 حالة حتى اليوم. أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 15 حالة جديدة. ويذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 115,541 حالة، من ضمنهم 102,596 حالة تم شفاؤها و6,636 حالة وفاة.
من بوابة الشروق نقرأ: المتحف المصري الكبير يحصل على 3 شهادات ايزو في أقل من 60 يوما. قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة إن المتحف حصل على 3 شهادات ايزو في كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية في أقل من 60 يوما، لتكون هذه المرة الأولى من نوعها على المستويين الدولي والإقليمي التي يحصد فيها متحف هذه الشهادات 3. أضاف مفتاح أن ذلك يأتي تأكيدا على تطبيق كافة المعايير العلمية والمواصفات القياسية الدولية كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء والتحسين المستمر، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في مجال البيئة، متوقعا أن ينعكس ذلك على تنشيط السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتماما ملحوظا بالبيئة والجودة ضمن آليات معدة خصيصا لقياس رضاء العملاء. وتسلم مفتاح شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية، الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة. من اليوم 7 نقرأ: التعليم امتحانات النقل للترم الأول يناير المقبل. قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات النقل في مواعيدها يناير المقبل، لافتة إلى أن التقييم في الفصل الدراسي الأول قد يشهد أكثر من طريقة أبرزها الامتحانات، إضافة إلى أعمال السنة، موضحة أنه حتى الآن لا يوجد ما يلزم لتطبيق الأبحاث كطريقة للتقييم لأن الأمور مستقرة والدراسة مستمرة دون توقف. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التجديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. نذهب إلى المصري اليوم ومنها نقرأ: السعودية تطلب الاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر يعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التي تسهم في التيسير على الممولين وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. وقال الوزير في اجتماع افتراضي مع المهندس سهيل بن محمد أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرنس: إننا حرصنا على التطبيق التدريجي لمشروع الفاتورة الإلكترونية، موضحا أننا جاهزون لتقديم كل الدعم الفني والخبرات المصرية في مجالات تطوير المنظومة الضريبية، خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية على النحو الذي يسهم في تعزيز التعاون المثمر بما يحقق مصالح البلدين.